لساني العصفور. الحلقة دي عملنا اعلان مطلوب سواق. جالنا اكتر من 42 سواق لغاية دلوقتي. يا استاذ ازاي حضرتك؟ انت ايه اللي جابك؟ اتصلوا بيا قالوا لي تعالى عشان تصور في الحلقة دي. انت في الحلقة دي؟ اه. انت بتعرف تسوق؟ لا خالص. ما بتعرفش تسوق؟ ابدا. اه صح، ده انت جاي تموت فعلا. اه. انت بتعرف تموت؟ اعرف اموت بس معيش فلوس تكمل. بهلول ولساني العصفور. علشان اعلان وظيفه السواق. من امتى ولا كانت تهمني الفلوس؟ انا الفراش عندي بياخد 500 جنيه في الشهر، البنت اللي بتكتب على الكمبيوتر بتاخد 5000 جنيه في الشهر، ما بتهمنيش الفلوس ابدا. ايوه انا السواق. يا اهلا وسهلا. بقالك كام سنه بتسوق؟ بقالي 18 سنه. 18 سنه. معاك رخصه ايه؟ درجه اولى. عملت حوادث قبل كده؟ لا يا سيدي ما عملتش. خدي بطاقتك. امرك يا سامي بيه. على فكرة سارك موجود برا. موجود برا؟ ايوه. ايه الزفت ده؟ مش عايز اشوفه دلوقتي. تحب حضرتك اوزعه؟ لا خلاص ده ايه؟ حاضر. ده اخو السواق اللي كان قبلك عندي هنا. اتفضل اتفضل. ده حرام عليك زنهم. استفيد ده ولا ايه؟ حرام عليك زنهم؟ تستعبطش يا سبب ايه؟ انت الوحيد اللي عارف مكان اخويا زنهم. اخرس يا ولد. ولد. اخرس يا ولد. ما تفتريش. انا ما شفتوش. ما تفتريش. انا ما بفتريش. انا هوريك. توريني. انا هعرف اوريك ازاي. انا هوريك. عشان دم اخويا ما يسقطش ابدا. انا اللي هوريك. اتفضل حضرتك. اتفضل اقعد. اقعد. شكلك عايز ايه؟ مالك؟ مالكش دعوة انت. سيبك منه. جيب له اسعاف او اي حاجه. ساتر. هان. ايوه. انده الموظفين يجوا يشيلوا الجثه. المرتب اللي هتاخده 17 جنيه. البنزين عليك. بنزين. الرخصة عليك. انت اللي هتجدد الرخصة وايدك دي 3 سنين. عارف الرخصة بتتكلم في كام تجددها؟ 2500 جنيه. ده ايه؟ من ال 17 جنيه اللي انت هتقبضها عشان تبقى فاهم. تعرف تطبخ؟ اطبخ؟ معرفش. انت 13. معلش نشيل بدل طبخ 4. ماشي؟ يبقى 13 جنيه في الشهر. اوكي؟ عندي فين الزيت؟ عندي ايه؟ مين شو؟ مش عندكم تلفزيون؟ تلفزيون ايه؟ بهلول ولساني العصفور. غريبة تهجم عليا في مكتبي. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضل كويس. اتفضل. مفيش اي حاجة حصلت. اتفضل حضرتك.
الراجل ده مش هنجيب له اسعاف. لا 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 مش هنجيب له اسعاف. اتفضل يا هند. ايوه. ندعي كل الموظفين اللي بره يجي يشيلوا الجثه. حاضر. شوف شوف قاعد يقول لي عايز اشوف اخويا وفين اخويا وبيدور على اخوه. ادي راح لاخوه. اي خدمه ثانيه يا باشا؟ شكرا. اتفضل. راح فين؟ المرتب يا سيدي 17 جنيه في الشهر. نعم بفضل يا باشا. الحمد لله. مبسوط يعني؟ تمام تمام. بس هتمول منهم بنزين. اوكي؟ ماشي؟ تمام. غسيل العربية، ترويق العربية، كل الكلام ده عليك. تمام. رخصة العربية. كل سنة لازم تتجدد على حسابك. الرخصة منتهية، تنزل تجددها بكرة تدفع 2500 جنيه من جيبك. بسيطة يا فندم. سهلة ها؟ بسيطة. يا جوسس. أيوة يا فندي. تعال. اشتغل ايه؟ سواقة يا ست هانم. انت جاي اشتغل ايه؟ سواقة. انا عايز اشوف اخويا وفين اخويا واجيب اخويا. اتفضل شوف اخوك. اخوك اهو يا استاذ محترم يعني كنت عايز تشوفه. اول مهمة هتعملها النهارده اهو الناس دي هتاخدها. شوف عربية. فين شوف عربية. اسمعني. شوف عربية وترميهم الاثنين. شيلهم جرجرهم كده على الغلط. واحد واحد لقيت بره فني بره كفهم بقى في الريسبشن بره كفهم وتنزل تحت تجيب عربيه وتقوم واخدهم وركبهم العربيه وطالع بيهم على الجبل. طب اجيب عربيه الاول؟ لا اجيب عربيه مين؟ مفيش معايا عربيه. ما عنديش عربيه. ازاي؟ اجيب عربيه. طب ابقى اشيلهم. اجيب عربيه تشيلهم؟ يا جوزس. نعم يا فندم. يا جوزس. نعم يا فندي. بهلول لساني العصفور. اتفضل. علشان اعلان وظيفه السواق. بقالك كام سنه سواق؟ 15 سنه. معاك رخصه ايه؟ تانيه. معاك رخصه درجه تانيه. طيب ماشي خدي بطاقه صواريخ. امرك يا سامي. اتفضل. على فكره يا سامي بيه. نعم. ساره توقف على الباب بره. ثروت؟ ايه اللي جاب ثروت دلوقتي؟ الله حاجه عجيبه جدا. اتفضل حضرتك اقعد. اتفضل. وقفت ليه؟ ثروت ده اخو السواق اللي كان بيشتغل عندي قبل كده. اتفضل. حرام عليك زينو. حرام عليك يا زينو. ده اسم فيلم يا ابني. ما تستعبطش. ده كان مش هيفتح. ما تحاولش. مقفول من بره. اتفضل. يا هند. ايوه يا سامي بيه. اندهي الموظفين يجي يشيلوا الجثه دي. حاضر. اهو كان عايز يشوف اخوك. اتفضل شوف اخوك. شوفه. انا عايز اشوف اخويا. ما تحافظش عليه قوي. ارميه كده وخلاص. المرتب 17 جنيه في الشهر. كم؟ 17 جنيه في الشهر. 17 جنيه. ماشي. نعمة نعمة. واللي يكرهها يعمل. 17 جنيه. ايوه 17 جنيه. 17 جنيه. موافق ولا مش موافق؟ موافق. موافق. ما
مهم. بنزين العربيه على حسابك. بنزين ايه؟ بنزين العربيه على حسابك. عربيه ب 17 جنيه؟ اه. بنزين ايه؟ عربيه؟ بنزين العربيه؟ ادفعها انا؟ اه. ب 17 جنيه؟ اه. انت مش هتبقى راكب جنبي؟ حضرتك هوصلك انا. ما انت معايا في التوصيل، انت مش راكب جنبي. رخصة العربية منتهية. اه. ماشي؟ أنا محتاج بقى ترخص 3 سنين. تروح المرور بكرة الصبح. آه. ترخص العربية 3 سنين، بحب ال3 سنين على بعض. ماشي؟ هتدفع أنت ضرايبه، تدفع مخالفاتهم اللي فاتت. هدفع إيه؟ هتدفع مخالفاتهم اللي فاتت، السواق اللي هيجي بعدك هو اللي هيدفع مخالفاتك، هي كده. أمال أنا اللي هدفع؟ أنت تدفع مخالفات السواق اللي قبلك. 17 جنيه؟ من ال 17 جنيه. اه 17 جنيه. أيوه طبعًا. أمال يعني أنا اللي هدفعهم؟ مش انت اللي هتسوق العربية؟ تعتبر كأنها بتاعتك بالظبط. 17 جنيه بنزين وعربية. موافق ولا مش موافق؟ مش موافق طبعا. مش موافق؟ ده انت لطط قوي. شوف حضرتك انا عايز ال 17 جنيه دول بركة نعمة. طب ايه في ايه؟ طب استنى. افتح الباب اقول لك. احسن ما اروح فيك تبيدة. تبيدة مين يا عم؟ اسمع بس هقول لك بس افهمني. افتح الباب اقول لك. حاضر. طب استنى. طب خلاص. طيب خلاص هروح فيك تعملها يا جوسس. يا جوسس يا حبيبي. في ايه يابا؟ خرج بس بفهمك. احنا هنعمل برنامج كوميدي. الجثة سليمة. سليمة يعني ما ماتوش. تعال تعال بس تعال يا عم ما تخافش. خلاص يا عم نزل ده. طب عايز ايه؟ افتح الباب اقول لك. طب بس فهمني هفهمك على حاجه. فهمت على بالمسك. خلاص والله بالمسك. خلاص بالمسك. خلاص يا عم في كده في الموتى يا عم. بص لك كوميدي. انا محمود عزم. بص بص بهلول ولساني العصفور. توت اخويا فين يا سامي بيه؟ ما اعرفش. لا عارف كويس جدا وما تستعبطش. انا بقول لك ما اعرفش. انا بقالي 3 ايام ما شفتوش من يوم ما عمل الحادثه بتاعت الملاهي. اخويا توتي بيعرف يسوق وعمره ما عمل حادثه. توتي ما بيعرفش يسوق. بقول لك اخويا توتي لازم اشوفه. توتي سواق فاشل. وانا بقول لك ما تهددنيش. هضيعك. انت ما تقدرش تضيعني. انا بقول لك هضيعك. انت تقدر تضيعني؟ لو انت 100 سنه ببعض هموتك. لو 100 سامي؟ انا بقول لك اهو. ربع سامي يا ولد. نهار اسود. ايه ده مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ قول. قتلوا. عشان ده بتعيط عشان ده. قتلوا. بهلول ولساني العصفور. اخويا فين؟ معرفش. بقول لك بقاله 3 ايام انا ما شفتوش من يوم ما عمل الحادثه. وخليك مؤدب وخليك محترم. انا ممكن اقتلك واقتل 30 زيك. ما تهددنيش. انا بقول لك اضيعك. ما تهددنيش. اخويا اقعد استريح. سيبك مني. ايه سوسو ازيك؟ عامله ايه؟ بقول لك ايه، انا جبت حجاره قلم للعب بتاعت العيال. خدي بالك. جبت التورتيه ولا لسه؟ السيليزون سخن ولا مش سخن؟ عارفه بقى لو مش سخن هبقى هزعل جدا. طب قولي لعم وهاب يجيب ثانيه زنبلك ترقص في الحفله. ماشي؟ ان ما جاتش بالزنبلك نجيب لها هي كمان حجرين. مع السلامة. بهلول ولسان العصفور. الكلام ده هيتذاع في التلفزيون؟ اتذاع. يعني عادي؟ عادي. احنا الجثث دي يعني؟ نازل ده في التلفزيون ولا ما نزلوهوش؟ ماشي مفيش مشاكل. لا مش مفيش مشاكل. قول يعني لو ماشي؟ موافق. خلاص نذيع؟ اوكي موافق. موافق نذيع الحلقة اللي احنا سجلناها دلوقتي دي؟ زيا عادي يعني؟ زيا. ماشي اوكي يلا بقى معانا. سوا 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 سوا.
لساني العصفور.